ما هي الكيفية الصحيحة لذبح الأضحية؟ الكيفية الصحيحة إذا كانت الأضحية من الغنم، نعم، الضأن والماعز، أن يضجعها على الجانب الأيسر ويضع رجله على رقبتها ويمسك بيده اليسرى رأسها حتى يتبين الحلقوم، ثم يمر السكين على الحلقوم والوجهين والمريء بقوة فيظهر الدم، ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عني وعن أهل بيتي. أما غير الأضحية فيفعل فيها هكذا، لكنه يقول عند الذبح قبل أن يذبح يقول: بسم الله والله أكبر فقط. نعم.